اليوم العالمي لذوي الإعاقة أصحاب الهمم باش يكون نهار 3 ديسمبر 2023. عيش حرة. باش نرحب برشا 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 برئيسة جمعية لمس للعناية بفاقدي وضعاف السمع والبصر. مرحبا مدام. ألو مرحبا. ألو عسلمة. عسلمة يا مدام ومرحبا بك على كابا فام. وبيك عيشك. شكرا. نشكركم على الدعوة. يعطيك الصح. شكرا لك بالمثل على قبول الدعوة. والحقيقة كانت نشكر كل الموظفين كل الإطارات اللي موجودين في كابا فام. إذا تحبوا نعرف بنفسي ونعطي بعض الحاجات على اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. تفضل الميكرو عندك مدام، عندك الحرية حرية التعبير طبعا. تفضل. أنا راني ما نسمعش فيكم مليح. مش احنا قاعدين نسمع فيك بالواضح. تفضل. خديع. دونك انا اسمي تمنى الطبيب ومهنتي الأصلية كينيزي ثيرابيست واشتغلت معناتها وعملت بطريقة تطوعية في أكثر جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي المدة الأخيرة فكرت كوني لما وقع لي نقص في السمع متاعي فكرت في كوني نعمل جمعية سميتها لمس للمكفوفين وضعاف البصر والسمع. لأنه الكفيف نجم في فترات حياته بحادث بفراجيليتي، فما برشا أمراض اللي تكون جينية وإلا كونجينيتال تعطي نقص في السمع مع فقدان البصر. دونك ينجم يكون فقد بصر وضعيف سمع كما ينجم يكون ضعيف سمع، وهذوما سورتو الأمراض الجينية اللي تكون فيها معناتها نقص في السمع. يبدأ فما شكون يظهر في 5 سنين وفي البصر، فما شكون يظهر في 5 سنين، فما شكون يظهر في 10 سنين، وفما يظهر في بين 30s and 40s. دونك الناس هذوما بما أني أنا كيفهم وطلعت معناتها على الويبراي كيفاش اخترع البراي وثم الانكلار وقصتها اللي كانت ما تشوفش وما تسمعش وما تتكلمش. أيوة. وتعلمت البراي وكانت أول ناشطة حقوقية في العالم وهي معناتها بالثلاث إعاقات هذوما. فمش كان أمريكا تكون عندها معناتها ناشطة حقوقية في 1800 والله ما نعرف قديش. دونك حتى احنا في تونس وبعد ما استرجعت شوية من السمع متاعي انا كنت نتعامل مع معهد الإعلامية للطفل اللي موجود في المنزه في تونس وفيه قسم لفاقدي البصر وقسم لفاقدي السمع. جابولي انجلسي عمرها تقريبا 30 سنة عندها مرض جيني خلاها معناتها ما يكفيش كون مثلها عينيها وذنها زيد مثلها العظام متاحها وإن شاء الله ما يمثلهاش قلبها خاطر الطريق متاع المرض هذا يوصل للقلب. وسمحوني نسيت اسمه ما نجمش نقول لكم تو. دونك الطفلة هذه جابوها لي باش نقيم تعلمها للبراي لانه ما نجمتش مع انها عدت حياتها من سبيطار لسبيطار وتعمل في العمليات وكل ما نجمتش تكمل قرايتها وكان هذاك الدافع ونقوز كوني نعمل جمعيه لمس. جمعيه لمس هي باش تعمل على نشر طريقه براي لرفع الاميه للمكفوفين. ايوه. ولذي عاف البصر حسوهم شي تعلموا البراي باش بعدين إذا كان يفقدوا البصر جملة ينجموا الباس على نوفيل تكنولوجي معناتها التقنيات الحديثة اللي توا ولا الحاسوب فيه بلاج معناتها تكتيل. سامحوني دونك البلاج تكتيل هذية يولي الكفيف يعمل الابحار متاعه
ولو بنسبة 80 أو 90% ولكن تخولوا باش يقرأ الكتب، تخولوا إذا كان هو كان مثلا يكتب، إذا كان ينجم يكمل الكتيبة وثم يقرأ الكتب نتاعو الكل. وأنا تحصلت البارح على البلاش تكتيل هذه جاتني من فرنسا دوك. ويقولوا هما مش يقولوا الحقيقة كونوا الآلات هذه كلها غالية، لكن إذا أنا عندي قناعة شخصية إذا كان يقوى الطلب ينقص سوم العرض طبعا. وعلى هذا قاعد نخمم في الموضوع هذا. اليوم العالمي للمعاقين، اليوم العالمي للمعاقين نحتفلوا به ويلزم نحتفلوا به، لكن في تونس مع الأسف نزلنا ما نجموش نقولوا احنا نواكبوا في البلدان الاخرى. وفي تونس مش على خاطر الامكانيات فقط، حسب رايي هي عقليه طبعا. عقليه التونسي مازال كيف يتكلم على الشخص المعاق يتكلم عليه كونه سورتو اللي ما يشوفوش، اللي ما يشوفوش هو حتى معناتها بلوكاج بسيكولوجيك. علاش هو معناتها بلوكاج بسيكولوجيك؟ لأن يعني الإنسان وقت اللي يغمض عينيه يلقى روحه عاجز. يقول كيفاش تمنى تمشي وحدها، كيفاش تمنى تقرأ، كيفاش تمنى عملت، كيفاش تمنى وصلت، كيفاش تمنى سافر تمثل تونس اللي يعرفني. دونك وتبقى هكاكا يقعد هو كأنه في الدينية دو لا شوز ثم يخاف. دونك الناس اللي تشوف الناس اللي تشوف ديما عندها البروجيكسيون هذه. دونك والمعاقين بصفه عامه مادام مازال القانون التوجيهي اللي هو ما يحكي كان على حمايه الاشخاص ذوي الاعاقه، ومادام مازالت نسبه باش نشغلوا المعاقين الوغ كو احنا معناتها يقولوا دابري ليتود اللي عملها سي محجوب عزام الله يرحمه وهو كان على كرسي متحرك، فئة المعاقين قاعد يشتغل منها 3% السوق، فيهم 2.1 من جنس الرجال و 9.1 او 9.9 من النساء. دونك وهذوما الناس اللي نجموا يخلطوا للنيفو سوبيريور في التعليم. في اكثر الاحيان الاشخاص ذوي الاعاقه بصفه عامه والمكفوفين، المكفوفين كانوا احسن قبل، لكن ملي عملت تعمل برنامج الادماج وبداوا يطبقوا فيه المكفوفين ضاعوا في المدارس نتاعهم عشان يقراوا البراي، يخدموا كان بالسنتاز فوكال، والسنتاز فوكال تزر راعي برشا الوزنين نتاع المكفوفين. ولهذا اليوم العالمي للمعاقين يلزمنا معاقين تونس بكلنا نعديو فيه دي ريكومونداسيون، ومازال ونحاولوا باش نقولوا للناس للصحافة بصفة عامة للميديا بصفة عامة، حاولوا اللي ما نجمش يعمل برنامج على المعاقين ولا يقع تكوين الصحفيين والناس اللي تخدم في قطاع الإعلام. لأنه أكبر حاجة نجم توصل طبعاً وتبسط طبعاً الفكرة ويوليوا الأشخاص العاديين بين ظفرين يقبلوا المعاقين، يلزم بارش عمل بالميديا طبعا توعوي. هذا رجاء تقريبا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، شكرا لك سيدتي بارك الله فيكم. مشكورة مشكورة من جديد رئيسة جمعية لمس للعناية بفاقدي وضعاف السمع والبصر. الحقيقة حبيتها هي تحكي على خاطر مش كما احنا باش نحكيو عليه البرنامج هذا، مش كما تسمعوه من عند أصحاب الهمم. من نهار 3 ديسمبر باش يكون البرنامج الخاص باليوم العالمي لذوي الإعاقة.